أهلا بكم في مال وأعمال، أنا دينا سالم. في حلقة الليلة نستطلع آراء رؤساء مجالس إدارة المصارف البارزة في مصر عن أهم القرارات الاقتصادية في عام 2018 وكيف أثرت على قطاع البنوك. سألنا الأستاذ محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والأستاذ طارق فايد رئيس بنك القاهرة، والأستاذ حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس عن أبرز القرارات، وكانت هذه إجاباتهم. هناك مش عام 2018، القرارات تباعا، يعني بداية من القرار التاريخي اللي أنا بعتبره تاريخي هو تحرير سعر الصرف كاملا يخضع لآليات السوق، العرض والطلب، والبنوك هي اللي بتحدده بدون تدخل نهائي من البنك المركزي. ده قرار تاريخي، وده يعني غير صورة مصر أمام المؤسسات العالمية وصندوق النقد الدولي التوقيع معاه، فده قرار كان تاريخي. ومصر النهارده جميع المؤسسات العالميه بتشهد انها اصبحت دوله جاذبه للاستثمار، واقتصادها بيتحسن عاما بعد اخر. القرار الثاني الجريء اللي هو الغاء الدعم تدريجي وتحويله لمستحقين، لان احنا النهارده انا كنت باخد دعم لا استحقه، وناس اخرى كانت بتاخد دعم لا تستحقه، وده كان بيشكل عبء على عجز الموازنه. النهارده لا، أصبح الدعم بيلغى تدريجيا من الذي لا يستحقه ويوجه نقدا للذي يستحقه، فده يعتبر قرار تاريخي. الطفرة الكهرباء، النقلة اللي حصلت في الكهرباء، لأن مفيش مستثمر هيجيلك ومفيش كهرباء. النهاردة ما عندناش مشكلة في الكهرباء اللي هي الطاقة، ما عندناش مشكلة البنية التحتية. طبعا المشاريع اللي بتحدث في البنية التحتية دي مهمة جدا. قانون الاستثمار اللي حدث وسهولة ان المستثمر النهاردة يجي وشركته تؤسس في فترة زمنية قليلة، كلها قرارات تدعم الاقتصاد المصري وجاذبة للمستثمر المحلي قبل الاجنبي، لانه المحلي لما يقبل على استثمار داخل جمهورية مصر العربية الاجنبي هيجي فورا. فهناك قرارات جريئة جدا اتخذت. القطاع الخاص له دور ولازم يبقى له دور مع القطاع، مع الحكومة، لأنه بدون قطاع خاص الدولة لا تنهض. المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، القرار بتاع البنك المركزي اللي هو مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفايدة 5% في ما زالت مستمرة، و7% و12 للمتوسطة، وخاصة للصناعات والزراعة. طبعا ال 12% اتلغت لان استخدم الحد بالكامل، انما ما زال ال 7% موجوده. فدي هامه جدا وكان قرار تاريخي برضه، لانه البلد اغلب اقتصادات الدول بتتحرك بالمشروعات الصغيره والمتوسطه متناهيه الصغر، لانها بتخلق فرص عمل، بتدمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي. نمره 3، بتنتج منتج محلي، توفر عمله اجنبيه فما تضغطش على مواردك بالعملات الاجنبيه. القرار الهام اخر انه رئيس السيسي يرأس جهاز المدفوعات، لانه هام جدا النهارده ان احنا نتحول من دوله تعتمد على تداول النقد الى دوله لا نقديه. فهناك اهتمام، احنا النهارده كله بيتميكن. المنتجات الالكترونيه النهارده هي اللي ظاهره في الصوره ومدين لها اهميه كبيره خصوصا في بنك مصر. موضوع الشمول المالي هام جدا، لانه من حق كل مواطن انه يبقى عنده حسابات في البنوك ويتمتع بحسابات. طبعا اللي بيساعد في الشمول المالي مبادره المشروعات الصغيره والمتوسطه، مبادره التمويل العقاري لمحدود الدخل، ودي كانت هامه جدا ان كل مواطن حتى لو هو فقير من حقه ان هو يعيش ويمتلك شقه ان شاء الله تكون مساحتها صغيره، انما يبقى قاعد مطمن هو وعائلته. بنك مصر مول في مبادره التمويل العقاري اكثر من 3.5 مليار، فدي كلها قرارات جريئه بتصب في مصلحه الاقتصاد وبتحرك الاقتصاد. المشاريع العملاقه اللي حدثت في الفتره الاخيره دي ساعدت على خفض البطاله. البطالة كانت وصلت لأرقام مرتفعة، النهاردة الحمد لله انخفضت نتيجة ان حصل تشغيل لهذه العمالة واللي كانتش بتستغل. فكلها ايجابيات، ما زالت التحديات موجودة وما زال المشوار طويل، انما مادام بنقول ان احنا عارفين مشاكلنا ايه وبنواجهها بجرأة وشجاعة وما بنخافش من اتخاذ القرار،
فاحنا هنبقى ماشيين في الطريق. اهم حدث بالنسبه لبنك مصر ان احنا تسلمنا جائزه من الفاينانشال تايمز، مجله البنكر اللي هي مملوكه للفاينانشال تايمز، ان احنا احسن بنك في مصر خلال عام 2018. وهذه الجائزة من مؤسسة عالمية تواجد فيها جميع المؤسسات العالمية على مستوى القارات، وده شرف لبنك مصر والبنك القطاع العام انه يحصد هذه الجائزة، وده دليل على ان بنوك القطاع العام اصبحت اقوى حتى من البنوك الخاصة، لان بنك مصر والبنك الاهلي يستحوذوا على اكثر من 40% من السوق المصرفي، من حصة في السوق المصرفي. الجائزة دي بتدل على قوة وكفاءة بنك مصر، ودايما أنا أحب أوجه الشكر لجميع العاملين في بنك مصر ولمجلس إدارة السابق والحالي والمجموعة العمل اللي الحمد لله هذه المجلة درست البنك لمدة 3 سنين وشافت التطور اللي بيحدث في أرقامه، سواء إجمالي أصول كانت 270 مليار وصلت ل 888 مليار بزيادة 242%، ودائع كانت 240 وصلت ل 670 بزيادة 187%، قروض كانت 54 مليار وصلت ل 222 مليار بزياده 216%، بالاضافه لصافي الربح في السنه الاولى حققنا 66% نمو، ثم السنه اللي بعديها حققنا 32، ثم السنه السابقه حققنا 48.5%، زدنا من 2.5 مليار ل 8.2 مليار. بنك مصر في موضوع المسؤوليه المجتمعيه، لان هو له هدفين، هدف ان هو يحافظ على الارباح وفي نفس الوقت يدعم الاقتصاد، ودوره في المسؤوليه المجتمعيه احنا صارفين ما يزيد عن 700 مليون جنيه خلال هذا العام، بالاضافه الى تواجدنا خارج مصر. احنا اكبر بنك عنده فروع داخل مصر 620 فرع، وفي الخارج توسعنا في روسيا وفي الصين وفي الامارات وفي لبنان وفي باريس وفي المانيا، ولسه بنفتح ان شاء الله، بنتواجد في ايطاليا وبنتواجد في افريقيا. فالجائزه دي تدل على قوه هذا البنك وعلى المنتجات اللي بيقدمها وعلى توجهنا للمنتجات الالكترونيه، ان النهارده لازم ان احنا نتواجد مع اللي بيحدث في الساحه العالميه، وخصوصا ان احنا عاوزين نحول مصر من مجتمع نقدي الى مجتمع لا نقدي. فبنك مصر بيقدم منتجات وهيقدم منتجات تخدم الشمول المالي وتخدم الاقتصاد المصري. قرار البنك المركزي بإلغاء آلية البنك المركزي لتحويل أموال الأجانب للخارج، ده في رأيي قرار صائب اتخذه البنك المركزي، لأنه هرجع بس لورا أنه قبل تحرير سعر الصرف والقرار التاريخي اللي أخذه البنك المركزي في نوفمبر 2016، كان الإقبال على شراء الأذون الخزانة أو الأسهم المصرية في ذلك الوقت اللي هو ما بيسموه الهوت ماني، الأموال الساخنة، كان منعدم. ليه؟ لأن كان هناك سعرين، في سعر سوق موازية وفي سعر رسمي، فما كانش المستثمر بيقبل على لا شراء الأذون الخزانة ولا الدخول في السوق المصري في الأسهم، لأنه هيبقى خسران قبل ما يخش نتيجة وجود فرق في السعرين. بعد القرار التاريخي بتحرير سعر الصرف في 2016، كان البنك المركزي ضروري عشان يطمن المستثمرين ان هم يدخلوا السوق مرة اخرى، ان هو كان يستمر في آلية ضمان تحويلات اموال المستثمرين اللي عاوز يخرج من السوق، كان البنك المركزي هو اللي بتحلو الاموال وبيخرجها له في فور طلبها، ودي كانوا بيسموها ريباتريشن. بعد سنتين من تجربة تحرير سعر الصرف، كان البنك المركزي وجد انه لا يوجد ضروره ان هو يضمن النهارده خروج الاجانب عن طريق هذه الاليه، لانه اصبح هناك ثقه من المؤسسات العالميه على القرارات اللي اتخذها البنك المركزي، على تحسن الاقتصاد المصري، على جاذبيه مصر كدوله جاذبه، فاصبح ما فيش ما يدعو لضمانه البنك المركزي بهذه الاليه، واقتصرت فقط على البنوك. على فكره البنوك كان في يعني كان ممكن المستثمر لا اما يخش عن طريق اليه البنك المركزي او يبيع للبنك، والبنك وهو طالع بيقول له انا رجع لي الفلوس بحولها له تاني لبره. فالنهارده احنا عندنا قطاع مصرفي قوي وصلب، ثبت يعني على مدار تاريخه كفاءته، والنهارده ان يقتصر على البنوك ده قرار صح،
لأن البنوك قادرة أنها تلبي طلبات العملاء الأجانب في الدخول والخروج من السوق المصري الخاصة بأذون الخزانة أو بالأوراق المالية. إشادة المؤسسات العالمية بمصر نمرة 3 وهي الأهم، ده هيخلق سيولة كبيرة جدا في البنوك لأن كل التحويلات دي هتخش البنوك، دي نمرة 1. ومراكزها المالية بالعملات الأجنبية ستتحسن كمان، فده قرار صائب لصالح القطاع المصرفي ولصالح السيولة في البنوك ولصالح ان مراكزها بالعملات الأجنبية تبقى يعني بوزيتيف. فأنا بدعم هذا القرار، بالإضافة انه النهاردة من ساعة تاريخ تحرير الكامل لسعر الصرف اللي بيحدد سعر العملات الأجنبية، البنوك نتيجة العرض والطلب ولا يوجد تدخل نهائي من البنك المركزي لتحديد أسعار. فقرار صائب، وربنا يوفق البنك المركزي ويوفق مصر ويوفق القطاع المصرفي. الحقيقة كان بنك القاهرة عام 2018 بيمثل لينا عام التحدي، ان احنا نغير استراتيجية البنك في الفترة اللي فاتت، ان احنا يبقى لينا دور اكبر كبنك من اكبر او اعرق البنوك المصرية، دور اكبر في الوساطة المالية. حطينا خطة استراتيجية متكاملة مع مجلس الإدارة ان احنا نعظم الاجمالي ميزانية البنك في السنين اللي جاية، وده طبعا يمكن من اهم هذه الاهداف ان احنا ننوع محافظ الائتمانية بتاعتنا تبقى في مجالات متعددة، وده تم فعلا خلال التسعة اشهر اللي فاتوا، ان احنا قدرنا ان احنا نكبر محفظة الائتمان بتاعتنا بحوالي 55% نمو، وكان النمو ده كان نمو متوازن بيغطي كافة القطاعات التمويلية زي تمويل الشركات الكبرى وتمويل المشروعات القومية من ناحية، وأيضا ان احنا قدرنا ان احنا نكبر محفظة الائتمان بتاعتنا في التمويل شركات المتوسطة والصغيرة وأيضا التمويل متناهي الصغر اللي هو بيغطي الدور الاقتصادي والاجتماعي، وان هو بيضيف قيمه بيؤدي الى قيمه مضافه للاقتصاد بشكل عام. المؤشرات بتاعتنا الماليه لبنك القاهره كانت مؤشرات الحقيقه جيده جدا، زي ما انا اتكلمت النمو في محفظه الائتمان 55% نمو في المحفظه، قدرنا ان احنا نوصل بحجم ارباح في اول 9 اشهر من السنه في حوالي 2 مليار جنيه بمعدل نمو 50%، وده ادى الى التحسن كبير في العائد على حقوق الملكيه وعائد على الاصول، ان احنا قدرنا نوصل لحوالي 36% نمو على عائد على حقوق الملكيه و2% عائد على الاصول. لو احنا بنتكلم على اهم الاحداث الاقتصادية اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت، الحقيقة انا شايف ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الحكومة والبنك المركزي خدوه في خلال السنتين اللي فاتوا كان ادى بثمار ايجابية، منها طبعا بنتكلم على تحرير سعر الصرف، ده كان شيء مهم جدا بعد ما احنا كنا يعني شفنا في معاناة من كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة انها كانت بتجد صعوبة في توفير النقد الاجنبي. النهاردة لقينا في تدفقات نقدية كبيرة من النقد الاجنبي، قدرنا البنوك بشكل عام انها تتخلص من قوائم الانتظار اللي موجودة، في قدرنا ان احنا نجتذب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. كل الأمور دي أدت لتحسن كبير في ملامح الاقتصاد المصري بشكل كبير، اللي بيخلق اللي بالحقيقة بيؤدي إلى خلق فرص جديدة، ان احنا نقدر نوصل لمعدلات نمو اعلى في خلال الفترة اللي فاتت. طبعا في كان نجاحات، لو بصينا على مؤشرات الاقتصاد الكلي هنلاقي ان في معدلات النمو زادت بشكل كبير الفترة اللي فاتت، انها قدرنا نوصل معدلات نمو على الناتج القومي الاجمالي حوالي 5.5%، في حصل انخفاض كبير في معدلات البطالة، لقينا في عجز طبعا
الموازنة انخفض بشكل كبير، تحسن كبير في ميزان المدفوعات، كل الأمور دي بتهيئ الاقتصاد المصري ان هو يبقى له فرص أكبر من خلال استثمارات أجنبية في الفترة اللي جاية إن شاء الله. أنا شايف إن قرار البنك المركزي بإلغاء آلية أموال المستثمرين الأجانب جه في وقته، والحقيقة هو قرار صائب. إحنا يمكن شفنا برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تم خلال السنتين اللي فاتوا وتحرير سعر الصرف أدى لثمار إيجابية خلال السنتين اللي فاتوا، بعد ما إحنا كنا شايفين إن البنوك كانت بتعاني من قوائم انتظار طويلة لتلبية احتياجات الشركات أو الأفراد. اللي تم خلال الفترة اللي فاتت إن لقينا في تدفقات من النقد الأجنبي اللي يمكن تخطت 110 مليار دولار خلال السنتين اللي فاتوا. والشيء الجيد في التدفقات النقد الأجنبي إنها كانت جت من مصادر متنوعة. لو بنتكلم على تصدير تحويلات زيادة في تصدير أو تحويلات المصريين بالخارج، زيادة إيرادات قناة السويس، وأيضا الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. الحقيقة أنا شايف أن رفع أي أطر للحماية أو الضمانات بيؤدي إلى مزيد من الثقة للمستثمرين الأجانب في القطاع المصرفي أو في الاقتصاد بشكل عام. إحنا شفنا الفترة اللي فاتت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى بثمار إيجابية، مستوى المخاطر اللي مصر انخفض، ده بشهادة مؤسسات التقييم الدولية. أيضا بقى عندنا سوق سعر صرف مرن بيحكمه آليات العرض والطلب، بالتالي شفنا فيه تدفقات نقدية من النقد الأجنبي كبيرة خلال السنتين اللي فاتوا، وإحنا متوقعين مع إلغاء هذه الآلية أن موارد النقد الأجنبي اللي بتتحصل عليها البنوك ممكن تزداد في خلال الفترة اللي جاية، أن الفلوس أو الأموال اللي بتيجي من الاستثمارات الأجنبية هتخش مباشرة في القطاع المصرفي، وبالتالي سوف يؤدي إلى تعميق آلية الانتربانك الدولاري اللي احنا شغالين عليه. حقيقة نبتدي الأول بالاقتصاد. العام ده شهد انطلاقة وثبات وتحسن في المؤشرات المالية للاقتصاد ككل، وده بينعكس بدوره على البنوك. ابتدينا نشوف فيه تعافي للسياحة، في بعض التنقيب عن حقل ظهر وحقول أخرى، ابتدت الإنتاج، حركة التعمير الموجودة، عدة مدن كبيرة بتبتدي إنشائها، العاصمة الإدارية الجديدة، منصورة الجديدة، مدينة العالمين، كل دي بتخلق فرص عمل كبيرة، بتشجع، بتخلق صناعات أخرى. السياحة أيضا من الصناعات اللي هي كثيفة العمالة، بتشغل جنبها صناعات أخرى، كل ده في الآخر بيصب في مصلحة الاقتصاد وبيضخ في شرايين الاقتصاد. من هنا بقى بيجي دور البنوك، لأن دور البنوك لازم تكون داعمة للاقتصاد. فالحقيقة بنك قناة السويس من خلال العام الماضي مجلس الإدارة وافق على استراتيجية خاصة ببنك قناة السويس. هذه الاستراتيجية مجملها إن احنا بنبص للبنك من زاويتين. زاوية إن احنا عايزين نرجع باسم بنك قناة السويس للاسم المعروف، لأنه البنك كان في فترة من الفترات من الخمسة من أكبر خمس بنوك في السوق المصرفي. عايزين نرجع إلى هذه المكانة. عشان ده يحصل في حاجات كتيرة قوي احنا شغالين عليها، منها مثلا أنشأنا إدارات جديدة زي إدارات خاصة بالتجزئة المصرفية اللي كانتش موجودة قبل كده، إدارة خاصة بمشروعات صغيرة ومتوسطة، ده بالإضافة إلى تركيزنا على عملائنا من الشركات والدخول في قروض مشتركة مع شركائنا من البنوك الأخرى والبنوك الحكومية.
اللي بتمول مشروعات كبرى زي الكهرباء زي الغاز، برضو مشروعات خاصة بالتطوير العقاري، مشروعات قطاع خاص صناعية، كل الحاجات دي مجمعة بتتم بالتزامن مع حلول غير تقليدية للمشاكل المزمنة للبنك. البنك بدأ في التعافي من المشاكل المزمنة اللي هي كانت بتضيف عبء على ميزانيته، مثل مثلا الديون المتعثرة اللي احنا حققنا فيها انجاز غير مسبوق. ديون متعثرة وصلت لنقطة من النقط، وصلت لتقريبا 52% من حجم اجمالي من حجم اجمالي الديون. احنا النهاردة السنة اللي فاتت وصلنا خفضنا هذه النسبة ل 38%، بنهاية هذا العام ان شاء الله النسبة دي تبقى في حدود 25%.